النهاردة السوق العمل اختلف يعني في بعض المهن طلعت جديد وبعض المهن بتندثر وده بسبب التطور الطبيعي اللي بيحصل بسبب الوقت والزمن والتطور التكنولوجي الدولة المصرية ازاي رسمت بقى خريطة خليني اقول لوظائف المستقبل او اللي محتاجه سوق العمل اهلا بحضراتكم شكرا جزيلا على الدعوه الحقيقه يعني في خطط من الدوله مستمره لان احنا عندنا بيطلع من الخريجين كل سنه في المتوسط حوالي 600 الف خريج من الجامعات المصريه م. بيبقوا محتاجين ينخرطوا في سوق العمل واللي بيفرق ان في فرص تتوفر لطالب او لخريج عن خريج هو المهارات اللي هو بيتميز بيها عن المستوى المتوسط العادي، فلازم يحصل نوع من انواع من تنميه المهارات والكاباسيتي بيلدنج يعني بناء القدرات عشان يبقى في نوع من التميز في الوظيفه المتقدم لها، الوظائف الحديثه بتبقى محتاجه تكنولوجيا المعلومات كوسيله. في اداء العمل حتى لو كانت مش في مجال الهندسه والحاسبات فقط اي نوع من انواع الوظائف دلوقتي بقت محتاجه مكون تكنولوجيا المعلومات معي. يعني ايه تكنولوجيا المعلومات يعني انا على ايامي مثلا كانوا عايزين اكسل شيت اه تمام لا قديمه دلوقتي زمان في التسعينات كانت الناس بتروح تاخد كورسات ويندوز وانترنت عشان تبقى تتعرف على الكمبيوتر وكانت الاميه تعرفها اللي ما بيعرفش يقرا ويك دلوقتي الاميه تعرفها اللي ما بيعرفش يشتغل على الكمبيوتر <applause> هو ده بقى هو النوع الأميات ما بقاش في كورس اسمه كورس للانترنت وكورس لل... للويندوز بقت الاي سي تي ده مش موجود خلاص بقت اوتوماتيك يعني بقت الولاد من سن الـ الحضانه والابتدائي بيعرفوا يشتغلوا على التابلتس والكمبيوترز وسرعه استيعابهم مم. في دراسات بتقول ان سرعه استيعابهم بقت 60 ضعف الجيل الاجيال مم. اللي قدنا كده بسبب اتاحه المعلومات بالصور المنتشره في الوقت الحالي. طب يعني ايه برضه تكنولوجيا التكنولوجيا آه. المع يعني آه. ايه برضه اللي محتاجينه؟ تكنولوجيا المعلومات هنا ان حاضر. انا أعز... بعتز. التكنولوجيا المعلومات هنا معناها ان انا استخدم ازاي اوصل للمعلومه بطريقه مميكنه او بطريقه آه. من خلال الانترنت او اسهل تنفيذ الشغلانه اللي انا الشغل اللي انا مسؤول عنه بطريقه سريعه ومنتجه فبستخدم الكمبيوتر في انه يعمل لي البرامج اللي انا بشتغل عليها، اعمل بروجرام صغير على الكمبيوتر او بروجرام على تطبيقات المحمول او ازاي اعمل بحث على الانترنت او استخدم بقى الموجه الجديده من تطبيقات الذكاء الصناعي في ان انا انفذ التطبيقات اللي انا محتاجها. <applause> تطبيقات الذكاء الصناعي بقت موجه <applause> جديده محتاجين الشباب كلهم يتعلموها لان هو ده المستقبل في حته الذكاء الصناعي.